هذا التوأم تزوجوا من هذا التوأم بالرغم ما انه الاطباء كلهم حذروهم وقالوا لهم هذا الزواج مالكم خطير كلش، لكن هذول الاشخاص ما استمعوا لكلام الاطباء وتزوجوا. ولكن بعد ما تزوجوا انجبوا 2 اطفال هذول التوأم، كل واحد بعدهم انجب طفل، ومن لما انجبوا الاطفال واخذوهم للاطباء انصدموا الجميع وانصدم الاطباء وياهم. هذا التوأم واحدة من عندهن اسمها بريتيني والثانية اسمها بريتانا. اثنينهم ذولا التوأم يعملون بنفس الشركة، واثنينهم درسوا بنفس الجامعة، واثنينهم تخرجوا من السادس ودرجاتهم كانت مقاربة، ولما راحوا وتوظفوا بأحد الشركات تعرفوا على هذول التوأم. بعد مدة من الزمن من ما اشتغلوا بهاي الشركة تعرفوا على 2 أشخاص، وذول الأشخاص الاثنين هم توأم. وقع جيرمي في حب بريتاني بينما كوش وقع في حب بريتانا. هذول التوأم واحد حب الثاني. راحوا والأطباء نصحوهم وقالوا لهم ممنوع تتزوجون لأن راح الأطفال مالتكم يكونون متشوهين، وخلوا الكلام مالت الأطباء ورا ظهرهم وتزوجوا. وشوف الكارثة اللي صارت، حددوا الوقت مالت الزواج وتزوجوا وسووا حفلة، والحفلة كانت كلش حلوة والعالم كلها اختبصت بيهم لأن 2 توأم يتزوجون من 2 توأم. وبعد مرور سنة من إعلان الزواج مالتهم حملا 2 ذني البنات التوأم من دول الأشخاص التوأم، وكل وحدة ببطنها صارت ولد، شافوها بالسونار وشافوا أنه كل وحدة حامل بولد، فكانوا كل أسبوع يروحون للأطباء حتى يطمئنون على الجنين اللي ببطنهم. وشي طبيعي ان الاطفال لما يصيرون راح يكونون اولاد عم، بس لكن الشيء الصدم الاطباء وصدم جميع العالم. ولكن بعد الولاده وجد الاطباء شيئا غريبا جدا يكاد لا يصدق. الامر اللي صدم العالم كله انه الجينات مطابقه بين دول الاولاد عم، يعني الجينات مالتهم مطابقه كانما هم اخوان وتوم وصايرين بنفس الوقت. قرروا انه يسجلونهم اخوه وما يسجلونهم ولد عم حتى ما يصدمونهم لما يكبرون. وبعد هاي الحادثة اشتهروا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار البيت مالتهم مزار لكل مواقع التواصل الاجتماعي والكل الممثلين والكل الإعلاميين يجون وينظمون وياهم أوقات ويسوون وياهم لقاءات ويطلعون على التلفزيون ويطلعون على الشاشة.